لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله، مرحبا، اهلا وسهلا مشاهدي الافاضل اينما كنتم، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مع افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة من ملعب الانفيلد في اجواء ربيعية مشمسة، رغم اننا في نهاية شهر اكتوبر. في ذا اللاعب جونارسون الايسلندي، وفي خطأ كرة في التماس باليد في شكل ركنية من جونارسون طويلة جدا، يبحث عن فيرمينو، كرة عرضية ممتازة لمحمد صلاح بالرأس، ولكن هنالك كان عدم لارانا استلمها ودخل يلعب مباشرة، كرة لمحمد صلاح والتغطية دفاعية من قبل موريسون، شون موريسون، الركنية تنفذ، صعب الكرة هذه وخروج رائع من هنالك كان صلاح، كرة ممتازة لارانا دخل، لارانا فيرمينو والكرة في الركنية مرة ثانية، سرعات فالركنية لصالح عناصر ليفربول بالرأس من ساديو، وجول، وبا با 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 جول محمد صلاح في الوقت والمكان المناسبين، ما الذي جاء بك إلى هنا لولا حسك التهديف يا محمد يا صلاح، في الجهة اليسرى هذه المرة يسبق الجميع بيسرى، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق برينو مانجا بعيدة تماما، لصالح عناصر كارتيف، أول كرة صعبة، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق دايان لوفرن، صلاح هرب من المراقبة، يوزع كرة في القائمة الثانية، رائعة والقائم، يا سلام العملاق الهولندي فيرخيل، اوه خطيره الكره هذه صلاح، هذه الكره التي كاد اثرها ان يلحق بها، وبعدين هنا طالب بضربه سريعه من هنالك عن طريق فيل، يا فابينيو، نية كانت رائعة من فابينيو هنا في اتجاه التنائم، ارنولد مرة ثانية ما زالت صعبة، صلاح، ولا شيء يقول الحكم، ولا شيء يا محمد، العب لصالح عناصر، او عفوا فيرمينو، فيرمينو يمر، فيرمينو مازال، فيرمينو مازال عنده الكرة باليسرى، بعيدة بعيدة كرة ساديو ماني، يدخل مورينو باليمنى، يوصل علي صلاح، الدفاع في تنفيذ هذه المخالفة بعيدة تماما، هي ترجع له مجددا، فيرمينو دخل يستند على صلاح، والكرة مرت، الكرة مرت سلامات، رابلة التوغل، با 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 رائعة، المراوغة، با 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 رائعة، رائعة الثلاثية الرباعية هذه وصلت لمحمد صلاح وفابي، خطورة ممتازة من هنالك على الجهة اليمنى، وصلت لأرنولد، با با خطيرة، التسديدة مرت، سرعة فائقة في التنفيذ وفي الأداء، يدخل أرنولد مازال، وكادت توصل لفيرمينو، ما زالت عند محمد صلاح، رائعة، وما زال وصل، فيرمينو، صلاح، مورينو، والدفاع، وساديو ماني وصلاح، فيرمينو يصرها لالانا، الكرة ضاعت، تراوغ، هويلت مور، كرة خطيرة، هويلت، وين رايح يا هويلت، وين رايح يا هويلت، كان من هنالك ميرفي وحده، هيل القائمة الثانية، صلاح بالراس، فيرمينو، لا لا، يبحث عن كالوم باترسون، ما تسلم، انطلق من فابينيو، ماذا تفعل؟ يابا مباشرة مع هويلت على الجهة اليمنى، وزع هويلت، وفنال ماني يبحث عن صلاح، وبالراس الكرة رجعت للحارس، بعيدة الكرة هذه وعالية للأمام، بالراس والتغطية الدفاعية من الكسندر ارنولد وداين لوفرن، الكرة الحكم قال راحت ضربة مرمى لصالح الحارس، قتلتها يا ولدي، قتلتها يا لا لا لا، قتلتها الكرة هذه والتغطية الدفاعية، ماني ترجع له فيرمينو، فيرمينو يطلبها مورينو، ما زال عنده الكرة فيرمينو، ولكنها بعيدة، عالية الكرة هذه بعيدة تماما، راحت هدفان فقط بالنسبة للبرازيل، وفي البرازيل نزل لا لا لا، والتغطية الرائعة من هنالك من صفر، الركنية تنفذ، فان دايك والحكم يقول ضرب، هاي كرة جول، هاي كرة جول، با با با، والدفاع كاد يأتي
يأتي الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. رائع الكرة هذه، اللعبة صلاح على ملعب الأنفيل ومحاولة الدخول هنا ولكن التوزيع في القائمة الثانية ولكنها بعيدة، فيرمينو والتدخل. رائع الكرة هذه، بينية ممتازة وصلت مباشرة لروبيد والحكم يقول خطأ. تكافل كامراس عليو بابا، وضع تسلل، لا الأولى كانت وضع تسلل من قبل، كانت واضحة. يرجع لميرفي، ولا لا 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 بعيدة كرة ميرفي، راحت تماما فوق المرمى، ضربة مرمى، خلفات والكرات الثابتة وفابينيو خطيرة لصالح عناصر كارديف وراح ماني، كرة ممتازة مورينو الحق عليها، مورينو لمسة يد، الحكم ماذا قال؟ ماذا قال سيد الحكم؟ لا قال ركنية غير متعمدة، قال ركن معاه. ساديو ماني يتوغى ليواصل، ساديو ماني، كرة ماني عنده كرة، ماني ساديو بابا 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 جول ساديو لماني، ساديو لماني، وماني جول وحده صارع وقاتل، راوغ واسترجع وضغط وسدد وسجل جول لنادي ليفربول، هو الثاني عند الدقيقة العشرين. رائع انت يا ساديو ماني في في القائمة الثانية. صلاح الحكم يقول خطأ ضده، الحكم يقول خطأ ضد محمد صلاح. علي شاكيري رائع حتى باليمنى يا لوفرن مجددا، كادت تضيع من داير ميرفي، دخل باترسون، ميرفي حاول يمر، زوج لاعبين امامه، الضغط العالي، العب العب العب، الحكم يقول لك تمس. الان شاكيري كره ممتازه لميلنر، والدفاع فابينيو، الكره العرضيه للي رفيقه داين لويلت، كره ممتازه وصعبه من هنالك لصالح كاردي، فرضيه جول ارضيه، وكالوم باترسون جول، هفوه كبيره في دفاع فريق ليفربول يا داين لوفرن، جاء خلفك كالوم باترسون، شوف اللعبه كم كانت رائعه، خدوهات واحد واثنين حطها، يعني مغامره، بقوا منظمين، كره خطيره ميلنر، ارنولد الحارس، التسديده من لندن، جاء اليمنى عنده الكره، طلبها صلاح، شاكيري لصلاح، كره جول، صلاح راح صعد دخل، تسرعت يا محمد، يلعب في الوسط ميلنر، صلاح والحكم يقول ضدك يا صلاح، حكم يقول خطا ضد محمد صلاح. صلاح دخل، صلاح بينية، وبابا رائع جول، صلاح شاكيري وشاكيري جول، تمريرة من أروع ما يكون ومراوغة ولا أروع، شاكيري بيمناه وحطها بيسرى جول، الهدف الثالث في الدقيقة 85 من عمر اللقاء. سام صلاح مازال، ماني صلاح، ماني صاني، بابا 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 جول، صلاح مسجل، صلاح ممرر، صلاح يكرر ويمرر في اتجاه ساديو ماني، وجول بالبال بالأربعة، يضرب أشبال يورغن كلوب الفريق كارديف سيتي، سرعة فائقة وانطلاقة، انطلق السهمان.